مرحبا بكم، كيف ما العادة مازالين مع الأفلام العائلية اللي يمكن لك تفرج ليهم مع الأسرة. كنبداو الفيلم ديالنا مع جون اللي عنده مزرعة لتربية الأسود في جنوب إفريقيا، وانتقل هو وعائلته من لندن، وبنته ميا عندها 11 عام وما كانتش باغية هاد التغيير. وهنا كنشوفو ميا كتهضر مع الصديق ديالها من لندن، وكانت كتوجد راسها النهار الأول في المدرسة في جنوب إفريقيا، وكانت بنت شجاعة وكتبغي المغامرة، وركبات في الطوموبيل هي والأخ ديالها باش يوصلهم باها للبلاصة اللي كيوقف فيها طوبيس باش يديها هي والتلاميذ الآخرين. وهنا ما بغاتش تسلم على باها حيت ما عجبهاش الحال وباغية ترجع للندن، وفي المدرسة كانت مقلقة وكتبقى بوحدها. ومنين رجعها باها من المدرسة مشى يوكل أسبوع وقال لها عيطوا لي من المدرسة وقالوا لي راكي دابزتي، وشاف لي طراس على وجهها وقال ليها احنا عندنا الزهر عايشين هنا وعندنا هاد الحيوانات كاملة. هي قالت له انا ما باغياش نعيش هنا، باغي نرجع للمدرسة ديالي في لندن، وسمحات فيه ومشات. وبالليل مايك خوها خاف، فجات عند امو اليكس باش تحاول تهدئه وتعاود ليه قصة باش ينعس. وهنا ميا جات حدا الباب باش تسمع القصة. ونهار كانوا كيحتفلوا براس العام، جون كيفاجئهم بواحد الشبل اللي هو ولد سبع بيض يلاه تولد، وكل شي فرح به وسماوه تشارلي، وكانت معجزة حيث هو من فصيلة نادرة ديال السبوعة. من غير ميا ما كانتش فرحانة ومشات. وجون قال لمراتو راه غادي يخلي السياح يجيو بزاف عندنا في المزرعة. ومن بعد شي ايامات عيطات ميا للصديق ديالها دانييل وقال لها انا ما مساليش دابا من بعد ونهضر، وقطع عليها. وهي تقلقات بزاف وبكات حيت الصديق ديالها المقرب مبقاش مهتم بها. وجا عندها تشارلي وتلعب معاه وشافها مايك وابتسم وقال لها هاكي وكليه، فما بغاتش وبعداتو عليها فشدو هو ووكلو. تشارلي شاف ميا وهي كتلعب بالكرة ونزل يلعب معاها وقطع عليها الكرة ديالها، وتعصبات وهزات تشارلي ودخلات وعطاتو لخوها. قال لي اخوها عندك الزهر، تشارلي كيبغيك بزاف. ولكن هي خرجات وبدات كتغوت من هادشي اللي واقع ليها وكانت باغية ترجع للندن. واحد النهار مايك نعس وهو كيوكل تشارلي، وتشارلي مشى عند ميا وفيقها وهي وكلاته حيت عرفاته جيعان، وبدات كتلعب معاه وكانت فرحانة المرة الاولى من نهار جات من لندن. والديها غادي يعجبهم الحال حيت اخيرا رجعت ليها الفرحه، فبدات كتهتم بتشارلي وخلاته معاها في البيت، وكتهتم حتى بخوها وتعاود له القصص باش ينعس. وجات امها وشافتها فرحانه وتشارلي هو السبب، وقالت ليها خصك تعرفي باللي غادي يجي واحد النهار وغيخليك تشارلي وغادي يمشي لحديقه الحيوان. وفي النهار الثاني مشات مع باها يوكل السبوع، وفي الطوموبيل طلبات منه ما يبيعش تشارلي، فقال لها بنتي هذا راه سبع وكيبقى حيوان مفترس وخطير. وهي جاوباتو تشارلي سبع مختلف وعدني انك ما غاديش تبيعو. قال لها تشارلي غادي يكون سبع مميز عندنا في المزرعه، وداها تشوف الحيوانات بحال الفياله والحمار الوحشي وفرس النار، وكانت فرحانه بزاف. وقبل ما تمشي لواحد الرحله عيطت للحارس ووصاته على تشارلي، لكنه عض الحارس فحطوهم على الاشبال. ميا ما كانتش فرحانه في الصفيره وكتبقى سهرانه وكتشوف في التصاور، وتشارلي كانوا كيعضوه الاشبال وما كيدافعش على راسه وما كياكلش ورجع مكرفس. ميا هربات حيت ما قداتش تبعد على تشارلي، والمدرسه عيطات على امها وقالت ليها ميا هربات من الرحله. فخرجوا والديها يقلبوا عليها، تلقاهم الحارس وقال لهم ميا راها في القفص مع تشارلي كتوكلو. لكن ميا كانت مقلقه منهم حيت ما ردوش ليه البال كما وعدوها. من بعد عام كنشوفوا تشارلي زاد في الحجم، وميا مازال كتلعب معاه وكتدوش له وتشدو. واحد المره دخل عندهم للدار ودار ليهم الروينه، وغيكون الحجم ديالو ولا كبير بزاف وما كيقدر يسيطر عليه حتى واحد من غير ميا. ومن بعد جات واحد المجموعه ديال السياح جاو يشوفوا تشارلي في الوقت اللي كانت ميا كتقرا على محميه طبيعيه مسؤوله على تربيه السبوع البويض، وسمعات الغوات بزاف. ومنين خرجات عرفات باللي تشارلي خبش وحده كانت باغا تقرب منه حيت كان خايف من كثره الناس اللي دايرين به، وغوتات على باها ودخلات تشارلي للقفص ديالو. وباها ولا غوت عليها وقال ليها اخر مره تعاودي هاد التصرف حدا الناس. ولا غد ليه جا دارك وبغى يشري السبوعه من جون، وجون ما بغاش يبيع له، فقال له الا بدلتي الراي ديالك عيط لي. اليكس شافت يد ميا مخبوشه وقالت ليها ما تبقايش تدخلي عنده راه ولا خطير. ميا باش تاكد ليها العكس كتعطي بظهرها لتشارلي وكينقز عليها. امها تخلعات وهو كان غير كيلعب معاه، وباها عرض عليهم يتعشاو على برا، وقبل ما تمشي ما سداتش الباب مزيان. منين تعشاو ورجعوا لقاوه هرب، فجون عيط على الحراس باش يقلبوا عليه، وميا قالت له ديني معاكم هو ما بغاش، وخرجت تقلب عليه هي وخوها ولقاوه. ومع الوقت كان تشارلي كبر ولا عنده عامين، والعلاقه ديالهم باقه مستمره وزوينه وكتكون كتلعب معاه، وحتى خوها دخل القفص باش يلعب مع تشارلي. امهم شافتهم مسترجم وبقات تغوت وكتعيط على جون، وجاو معاه السلاح فكيخاف خوها وكان خارج. وتشارلي نقز على الباب وطاح خوها على راسه وكل شيء حط اللومه عليها هي، وقال لها باها اخر مره دخلي عنده القفص وإلا شفتك دخلتي غنبيع تشارلي، ومن بعد غادي يفهمها باللي كيبغيها وخايف عليها، داكشي علاش منعها تدخل عنده. ومن بعد كنشوفوها كتلعب معاه غير من برا القفص، وكتوعدو باللي شي نهار غديه للمحميه وغادي يكون حر. وفي النهار اللي غادي يكمل تشارلي 3 سنين دخلات عنده للقفص وطلبات من مايك يصورها معاه. ومنين رجعوا للدار كانت العائله فرحانه، وجون هز التليفون د مايك باش يصور اللحظه، وهو يشوف الفيديو ديال ميا مع تشارلي وتعصب بزاف حيت دخلات عنده ما سمعاتش هضرته وقال ليها انا غادي نعاقبك وغادي نبيعو. ومشات ميا
عند تشارلي مقلقة وقالت ليه إلا داوك الحديقة الحيوان أنا غادي نجي نقدك منه. وداها النعاس حدا القفص. وفجأة النهار شافت باها بنج واحد السبع باش يديه للحديقة. ومية تخبعت في الطونوبيل من الفوق باش تعرف البلاصة ديال الحديقة اللي كيتباعوا ليها. وهنا اكتشفت باللي باها كيبيعهم للدار اللي كيديهم للصيادة فكيقتلوهم بالسهام ولا بالرصاص وما كيبيعهمش لحديقة الحيوان. فتصدمات من داكشي اللي شافت وأن باها كذب عليها وكيبيع الأسود على قبل الفلوس. وفكرات في تشارلي حتى هو غيتعرض لنفس المصير. ومشات كتقلب في الانترنت وعرفت باللي هاد الطريقة باش كيقتلوا السبوعة جريمة ما كيعاقبش عليها القانون في المنطقة اللي هما فيها وغادي تبدل المعاملة ديالها مع والديها وما قالت لهم والو من داكشي اللي عرفات. ومن بعد مايك مشى هضر معاها وقررت تعاود ليه داكشي كامل اللي شافت وسمعات وقالت له خاصنا نلقاو طريقة باش نساعدو تشارلي ونوصلوه للمحمية قبل ما يتقتل على يد ديك الناس اللي ما عندهمش القلب. وبالليل مايك غادي يقول لها غادي ديري يومين بالطوموبيل وست ايام الا مشيتي على رجليك باش توصلي للمحمية وغادي يعطيها الفلوس اللي كان جامع. هي ما بغاتش تشدهم وقال لها انت محتاجاهم اكثر مني راه تابعك طريق طويلة. وحتى الخدامة ديالهم غادي تعاونها وتعطيها السوار ديال الاقفاص وغتقول لها ما تخليش على الحلم ديالك. ومية شكراتها ومشات تفتح على السبوعة وتاخذ تشارلي ومشاو. وفي الصباح منين فاقوا لقاو السبوعة دايرين بالدار كاملة ومنين شافوا الكاميرات لقاو مية هي مولات الفعلة واتصل باها بالحراس باش يرجعوهم للاقفاص ديالهم وخرج يقلب عليها. وفي طريقه بان ليه تشارلي ونزل باش يهز السلاح ويخدره فكيتفاجئ باللي مية خدات السلاح وقالت له راني عارفة كل شيء انت السبب في الموت ديال السبوعة وضرباته بالمخدر في رجله ونعس. وركبات تشارلي ودات طوموبيل وعيطت على اخوها وقالت له فين كاين باها. وفي الطريق تسالى ليها المازوت ووقفات باش تعمره ودخلت للسوبر مارشي باش تشري الماكلة ولقات التصاور ديالها منتشرين في التلفازة وبانها هاربة مع سبع بيض خطير. وخرجت دغيا وكملت طريقها وغتبقى صايقة مدة طويلة وعيات وبدا يجيها النعاس وتعصبات وبدات تهضر مع راسها باللي هي مازال صغيرة على هاد المسؤولية كاملة وقررت تنعس حتى الصباح وتكمل طريقها. وهنا دارك جا عند جون وقال له فين السبع بيض اللي شريتو منك. جون قال ليه ما بقيتش باغي نبيعو. ودارك قال له انا غادي نلقى بنتك بالطريقة ديالي. وهو يجاوبو الى اديتي 100 غادي نتحاسب معاه. ومشى باها وامها وخوها يقلبوا عليها وعرف ان البوليس عندهم امر اللي شافت تشارلي قتلو. مية بقات غادي على الخريطة حتى وصلت لواحد البلاصة مسدودة وملي شافت الخريطة لقاتها قديمة من عام 1997 فرماتها وكتزيد وما بقى عندها الا حل واحد وهو تدخل من الباب ديال المول وتخرج من الجهة الثانية باش تكمل الطريق. البوليس جاهم الخبر ديال مية والسبع في المول. وهنا مية وتشارلي وصلوا للبرية وغادي يصيد الفريسة الاولى ديالو. ومية كانت فرحانة بزاف وكنشوفوا دارك كيقلب عليهم ولقى اثر رجلين تشارلي وعرفهم قرابين وحاول يلقاهم. وهنا تشارلي مشى يكتشف البرية ومية قلبات عليه وما لقاتوش فطلعت لفوق الشجرة ونعسات. وفي الصباح رجع عند مية ونزلات لعندو كملوا الطريق ولقاهم دارك وتشارلي شافو كيضرب مية فهجم عليه والصياد اللي معاه بغى يتيري فيه والسلاح ما كانش فيه القرطاس فبداو كيغوتو وسمعهم جون ومشى كيجري. مية وتشارلي هربوا ومنين وصل جون ضرب دارك وقال له الا قصتي بنتي غادي نقتلك. ومايك داك الساعه قال لباه الحقيقه ان مية دات تشارلي للمحميه باش تنقدو فعيط للبوليس وسدوا الطريق ديال المحميه. وبعد واحد شويه مية عيات وسالى ليها الماء واخا هكاك ما استسلماتش وكملات طريق حتى شافت المحميه وما كانتش قادره تزيد وكانت فرحانه بزاف وقالت لتشارلي سير قطع الجسر بوحدك باش تبقى محمي. وهو بقى كيشوف فيها بحال اللي كيشكرها وكمل طريق. وصل باها والبوليس والهليكوبتر وبغاو يضربوا تشارلي بالسلاح ومية بقات كتطلب باها وامها باش ينقذوه وقالت لتشارلي جري دغيا. ومشى باها كيجري باش يحميه حتى يوصل للمحميه بامان. ومنين وصل للمحميه ما قدروش يضربوه واستقبلوه الناس ديال المحميه بكل حب واحترام. ومن بعد مده رجعت مية باش تطمئن عليه وشافته تزوج ودار ولادو وكانت مفتقده ولكن فرحانه حيت نقذاته ودار العائله ديالو. نتمنى ملخص الفيلم يكون عجبكم. اشتركوا معنا باش تتابعوا الفيديوهات الجداد ومرحبا بالاقتراحات ديالكم للافلام اللي تبغيو تشوفوا الملخصات ديالها. تهلاو ونتشوفوا في الفيديو الجاي.